الحبة بريال. يلا ناخذ جولة كاملة على الحبة بريال. الفيديو طويل يلا. وبسم الله، هذه هنا ألعاب الحبة بريال. هذه الأصناف مصورة تحت هاشتاج ألعاب كل شيء، بحط لكم الهاشتاج بالوصف. طبعا الهاشتاجات فقط على تيك توك. هذه الأصناف جميعها الحبة بريال. تضغط على الهاشتاج تظهر لك هذه الموديلات جميعها. هذه هنا البزر اللي بريال والألعاب، هذه حقة التلاوين الخشبية، وهذه هنا شهادات التفوق ثلاث حبات بريال مو الحبة بريال، وهذه هنا تكملة للأصناف في حقات التلاوين، يعني تنفع هذه توزيعات وهدايا. هذه حقات التعليقات، هذه هنا الاستيكرات جميعها الحبة بريال. اللوحات التعليمية في أشكال منها كثيرة جميعها أيضا الحبة بريال. أكياس الهدايا جميعها أيضا الحبة بريال. وهذه هنا ناخذ اللفة كاملة على الأصناف اللي بريال. جميع هذه الأصناف مصورة تحت هاشتاج ألعاب كل شيء، وبنمر على الإكسسوارات لها هاشتاج بعد. هذه جميعها الحبة بريال، وهذه هنا تكملة للاستيكرات في باقي أصناف. في هذه هنا طرابيش الحفلات والمناديل حقت الحفلات، هذه هنا صحون الحفلات بعد، هذه المغلف بريال حقت الأطفال. خلصنا من القسم هذا. فيه الإكسسوار، طبعا سعره موحد الحبة بريال، ومصور تحت هاشتاج إكسسوار كل شيء. قسم الإكسسوار بالكامل الحبة بريال. هذه هنا قسم الإكسسوار، هذه جميعها الحبة بريال. ربطات على نقشات على تعليقات على سلاسل على بنس، هذه كلها على ريال. وهذه هنا الخواتم والربطات وربطات الرأس، هذه كلها جميعها الحبة بريال. وهذه هنا السلاسل، واضغط على الهاشتاج ترى تظهر لك هذه الموديلات مصورة موديل موديل. وهذه هنا تكملة بعد، وهذه هنا خلص قسم الإكسسوار. بنروح القسم الشرابات، أيضا محطوط تحت هاشتاج. هذه هنا خلصنا الإكسسوار، وهذه هنا الأصناف مصورة تحت هاشتاج أدوات كل شيء. خردوات، بعض الخردوات هذه على ريال، تيجي مشكلة فيها مفكات فيها شغلات زي كذا، فيها الكاسات الصحون، وهذه هنا المفكات وبعض الملاعق على ريال، تيجي مشكلة لأنه هذه الطاولة فيها ريال وريالين وثلاثة. وفي بعد هنا بقسم الأواني، هذه الزبديات الصغيرة القزاز على ريال، في منها صحون وفي منها زبديات، ومصورة تحت هاشتاج أدوات كل شيء، بحط لكم الهاشتاج بالوصف. هذه هنا خلصت اللي بريال الصحون، وهذه هنا تكملة للخردوات اللي بريال، تيجي مشكلة مخربطة كذا شوي. في حقات السمبوسة بعد، في حقات البطاطس على ريال. هذه الحين نروح للشرابات اللي بريال، وبعدها إن شاء الله نصور قسم التجميل اللي بريال. هذه هنا الشرابات، هذه مصورة تحت هاشتاج شرابات كل شيء، بحط لكم الهاشتاج وتشوفونه، تشوفون الأصناف. هذه مصورة موديل موديل، هذه أشيل يدي عشان تبين الموديلات.
هذه الشربات جميعها الحبة بريال. شربات مرضى السكري أكثر من ريال. السبح جميعها الحبة بريال. ونروح الحين للتجميل. هذه هنا المدرسية. طبعا المدرسية مشكلة. هذا هنا قسم المدرسية. خلنا نروح قسم التجميل. هذا مصور جميعه على هاشتاج مناكير كل شيء. جميع هذه الأصناف الحبة بريال. ناخذ فيها لفة كاملة. هذه هنا. هذه الطاولة جميعها الحبة بريال. هذه هنا نبدأ من بدايتها. هذه هنا. جميع هذه الأصناف مصورة تحت هاشتاج مناكير كل شيء. اضغط على الهاشتاج تظهر لك هذه الموديلات جميعها مصورة موديل موديل. هذه الطاولة كاملة الحبة بريال. فيها رموش، فيها أظافر، فيها أظافر كثير، ألوان وأشكال، وفيها مناكير بعد. هذه الأشكال اللي موجودة. وهذه هنا مقصات الأظافر. طبعا هذه الطاولة بريال، وهذه الطاولة أكثر من ريال. هنا هذه حقت الأظافر، الكحل، جميع هذه الأصناف الحبة بريال. هذه نظارات الحبة بريال. هذا الفيديو مخصص للحبة بريال. وحياكم الله في محل كل شيء الرياض النسيم الغربي. الرابط في البايو أو الوصف. حياكم.